السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ اش كتعاودوا؟ كلشي مزيان هانيين؟ كنتمنى تكونوا على خير وبخير ان شاء الله. واليوم جيتكم بمنتوجات جديده من اكسيو، راه كلشي كيعرفهم دابا هاد المنتوجات، راه دايرين ضجه في اليوتيوب، كلشي كياخذهم. جيت نشاركهم معكم ان شاء الله، وكنتمنى يعجبوكم وكنتمنى تبارطاجوهم مع الناس اللي كتعرفهم. المهم راهم في المتناول ديال الجميع. عندنا هاد سميتو هاد البرودوي ديال البوطه، راه كيحيد اليدان، تحيد كلشي، ما تخلي حتى حاجه في البوطاف، كترجع كتشعل، وفيه ريحه زوينه، وتقدري تمسحي به حتى الثلج. المهم البلايص اللي فيهم الطبايع كيحيد اليدان، كيحيد كلشي. هذا راه زوين في المتناول ديال الجميع ورخيص، كيدير انغو 49. هذا راه زوين بالنسبه للناس اللي كيتوسخ لهم البوطه بزاف، راه زوين لهم. هذا منتوج زوين ديال اكسيون. وعندنا هذا حتى هو كيف ما كتشوفوا، هذا بالنسبه للفور ولا الميكرووند، حتى هو كناخذو ديما، حتى هو كيحيد اليدام، كيحيد الطبايع، ما كيخليش كاع لاطراس نتاع الطبايع ديال اليدام. حتى هو فيه ملي كتصوطي فيه الرغوه بحال لاموس، وزوين بزاف هذا، كينفعني حتى هو. حتى هو من اكسيون، وكيحيد حتى هو اليدام بزاف، ما كيخليش اليدام. كنتمنى تجربوه، راه زوين هذا. ماشي كنديرو الاشاره، ولكن انا مجرباه، راه زوين، عنده واحد الفعاليه ممتازة على البوطة وعلى الفور الميكرووند. المهم كتستعملو نتوما كاع في البلايص اللي كيكون فيهم ليدان. منتوج زوين تاهو في المتناول ديال الجميع، راه تاهو 1.77 €، راه زوين تاهو رخيص. وعندنا هذا البرودوي هذا خلاص تاهو ديال الفينيغ ديال الخل، راه غزال هذا، كيحيد كاع ديك الميكروبات اللي كيكونوا في الروبينيات في لافابو. المهم تاهو كتمسحي به حتى الزاج، الزاج راه زوين، كاين البيكربونات الصودا ديالو، كاين حتى الصابونه ديالو، وفيه ريحه زوينه، وكيحيد ديك البكتيريا اللي كتكون في اللافابويات، والاستعمال ديالو زوين. وتا هو رخيص، ما غاليش بزاف، تا هو 1.33 €، ماشي غالي بزاف. المهم تستعمليه في اي بلاصه، في طواليت، في اي بلاصه تستعمليه، تمسحي به كلشي، وزوين وفي المتناول ديال الجميع. انا راه مجرباه ومعاوده من اكسيون. تا هو ها هي الصابونه ديالو، هذه الصابونه ديالو كما كتشوفوا، ها هي الصابونه ديالو، فيها الريحه زوينه كما كتشوفوا على هذا الشكل، ريحتها زوينه حتى هي. هذه كديروها الا كان شي طبعه ولا شي دام في لاناب ولا في شي توب. المهم كتديروا هذه، راه كتحيد الطبايع كاملين ديال الزيت، كدير انورو حتى هي، ماشي بزاف، ما غاليش بزاف حتى هي، وكاين البيكربونات الصودا ديالو. وعندنا هذا البرودوي هذا، راه كلشي كيستعملو دابا هذا البرودوي هذا، راه زوين وفيه الريحه زوينه ومعطر ديال الدار، وكيخلي ريحه زوينه في الدار. انا خديت هذا ديال الخزامه الصغيره، حيت فايته مستعمله الكبيره ديالو، ها هي على هذا الشكل، راه قريبه تكمل ليا، وخديت دابا الصغيره ديال الخزامه. الثمن ديالو 1.11 €. كديري تمسحي به الزاج، كتمسحي به البلاكارات، تمسحي به حتى الزليج، تمسحي به اي حاجه هذا، وكيبقى الريحه ديالو زوينه في الدار. وتا هو رخيص، ما غاليش بزاف، كاين هذه وكاين الكبيره ديالها. المهم هذا راه زوين، هذه راه فيها 250 ملل، والاخرى حتى هي راه فيها، انا هذه خديتها شحال، هذه 750 ملل، مزيان الاستعمال، هذو زوينين. وعندي هاد الدونتيفريس، حتى هو كنستعملو بزاف كما كتشوفوا معايا، هذا راني خديتو، كناخدو ديما من اكسيون، وراه رخيص ما غاليش بزاف. كنتمنى حتى نتوما تجربوه، 1.49 €، ما غاليش بزاف، حتى هو زوين الاستعمال ديالو. وشكون البنات اللي كيستعمل هاد البواطات هادو؟ كناخدو من اكسيون، هادو راه فنين، كينفعوك بزاف في البلاكار، منظمات غزالين بالنسبه للي بات، الكاطو، القطاني، التبزيره، المهم اي حاجه، حتى الكاطو دير فيه اي حاجه بغيتيها ديريها فيهم. انا واخده منهم الكبار، واخده منهم هذا القياس هذا، غير كنزيد منهم هكايا باش يكونوا عندي مقادين، حيت فايته واخده منهم، ودابا زدت منهم. هذه كينفعوا بزاف في البلاكار، كينفعوك بزاف، هادو راه ما غاليش حتى هي بزاف، وكاينه الصغيره ديالها، انا خديت المتوسطه، كدير 3.79 €، 3.79 €، هذه متوسطه،
كاينه الصغيره وكاينه الكبيره ديالها، كيلاقوا بزاف ديال الاستعمالات. وعندنا هاد البونجات هادو حتى هما راه دايرين ضجه في اكسيون، كلشي كياخد منهم. كتستعمليهم اسبونج ماجيك، كتستعمليها حتى هي في الزاج، تستعمليها في الكراسه، في الطبالي ديال الميكا، الزليج تمسحي بيه الزليج، لي باسكيط كتمسحي بيهم، اي حاجه كتستعملوا في اي حاجه. زوينين بزاف هاد البونجات هادو. كاينه الباكيه الكبيره وكاينه هاد الباكيه هادي صغيره، هي ما غاليهش، كدير شي 99 حتى هي واقيله، هادي ما بقيتش عاقله على الثمن ديالها، زوينه في الاستعمال. وعندنا هاد خلاص هادو راه كلشي كيعرفهم، حتى هادو خديتهم زوينين كينفعوني للمقالي ولا الجميلات ولا التحرقات ولا لصقات لك، المهم كتستعمليهم هادو زوينين كينفعو بزاف. وعندنا هادو ديال خديت هادو البنات نتاع معطر ديال الدار، هاد لاباريات راه عاد خرجوا دابا، هادو هما النوفو، كدير واقيلا 3 أورو 99 هادي مع روشارج ديالها. المهم هادي عاد خرجات، وخديت وحده اخرى في شكل اخر على هاد الشكل هذا، حتى هادي راه جديده ديالهم، هادي الاخرى، هادي كدير واقيلا 4 أورو ومع روشارج ديالها حتى هي، فيها هذيك الفيتاز ديالها هنايا شحال ما بغيتي تزيدي وتنقصي، كديريها في البريز وكتديري انت القياس ديالك شحال بغيتي ديال طلع لك ديال الريحه. المهم زوينين في الدار، كيخليو الريحه فنه في الدار، وكيحيدوا ديك الريحه ديال الدار ديال الطياب الا كانت ما كتبقاش، زوينين في الاستعمال ديالهم. المهم انا خديت هذه وخديت هذه، زوينين مع الروشارج ديالهم. ملي كتاخدي هاد لاباري هذه، المهم كتبقى عندك لاباري، ومن بعد كتبقى تشري غير الروشارج كتستعمليها في الدار، زوينه. هادو هما الروشارج ديالهم، ما غالياش بزاف، حتى ملي كتسالك واقيلا كدير شي 79 ولا 80، المهم ماشي ما غالياش بزاف هاد الروشارج ديالها، تتستعمليهم حتى هما زوينين في الدار، كيخليو الريحه زوينه معطر زوين. وخلاص هذا الصابون ديال الماعن، كلشي كيعرفو كيدير واقيلا شي نورو، زوين بزاف الاستعمال ديالو، الحامض ديال الحامض فيه الريحه زوينه وكيخلي الماعن زوينين. وهاد خلاص هاد السربيتات هادو باش كنمسحو الزاج، كنمسحو بهادي، كتكون دايره فيها هذيك المعطر، كتمسحي بهادي ولا الصابون، وكتزيدي تعاودي بهادي اللي كتنشف الزاج، ما كتخليش فيه ليطاش، حتى هي راه ما غالياش بزاف، كدير شي انورو، ما غاليينش بزاف هادو في اكسون زوينين. عندك هادي وكاينه هادي، وكاينين وحدين كيتباعوا في باكيه وحده مشروكين، كاين هاد الشكل وهاد الشكل. المهم هادو هما ديال الدجاج، كيتمسحوا كيطلق كيلاقوا اي حاجه، ما كيخليوش لا طراس في الدجاج. وخلاص هذا ديال الجيل ديال الطواليت حشاكو، حتى هو خديته، حتى هو زوين كنستعملو في الطواليت، ما تيخليش الريحه، زوين الاستعمال ديالو. وخديت معاكم هادي، غنشاركها معاكم حتى هي ديال الطواليت، ديك تهرسات ليا انا، خدت واحده اخرى في الكري شاركها معكم حتى هي، كدير انورو 49، كاينه في البيض وكاينه في البيج، انا خديت هذه الكري. وهذه خلاص ديال سوبالا كما كتشوفوا معايا، دي ديال سوبالا ديال اينوكس، صحيحه حتى هي كانت في اكسيون، صحيحه وزوينه. وكنتمنى يكون نال الاعجاب ديالكم هاد المنتوجات اللي خديت، وكنتمنى تبارطاجيوها مع الناس اللي كتعرفوا. وما نساوش هذا ديال الوراق، خلاص هذا الكرافوس ديال الوراق باش كيلصقوا الوراق مع بعضياتهم باش ما يتجلاوش، حتى هو ما غاليش، انورو شي حاجه واقيله باش خديته هو هذاك سميتهم ديالو ديك السنينات نتاعهم. كنتمنى ينالوا الاعجاب ديالكم، وكنتمنى هاد الفيديو يكون في حسن الظن ديالكم ان شاء الله، وكنتمنى هاد المنتوجات تعجبكم، وانا غير شاركتها معكم كيف ما كتشوفوا. وشكرا بزاف على المتابعه ديالكم، وكنتمنى تبارطاجيو وديروا ليا لايك وتفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد ان شاء الله.